أقولكم، أتعرفون شنو قصة هذه القصيدة؟ يا بير يا جابر ما دريت بكمر بلصة. هو منو جابر اللي المرحوم حمزة الصغير يحكي عنه بهذه القصيدة؟ لما استشهد الإمام الحسين عليه السلام بكربلاء، أول شخص زار الإمام الحسين هو جابر بن عبد الله الأنصاري. جابر اجى مشي من المدينة المنورة إلى كربلاء المقدسة مع أحد أصحابه، وبعد ما جابر انتهى من زيارة قبر الإمام الحسين عليه السلام، أحد أصحابه شاف سوادة جاية من بعيد، وإذا بها السيدة زينب عليه السلام ونساء الحسين والإمام السجاد، كلهم جايين لزيارة قبر الحسين، فاستقبلهم جابر بالبكاء والعويل والصراخ، فقال الإمام السجاد عليه السلام: يا جابر، ها هنا ذبحت أطفال أبي، هنا رأيت أبي في التراب معفراً وصحبه صرعى على التراب. وهنا كتبت القصيدة: جابر يا جابر ما دريت بكربلاء الصار. والحرم شاقت لها المعارك.